مصفف شعر أسامة سلوم، يعني أول شيء اسم الله على هالجمال وعلى هالتألق، دائما تظهر بأحلى صورة. مساء الخير. أول مساء النور، يا أهلا وسهلا فيك، وهيدا من ذوقك ولطفك، أنت الحلو حبيب قلبي. يعني نحن اليوم بانطلاق عشارية وثيقة شرف، وحضرتك من الأشخاص يلي كانوا يعني ضمن الكواليس بالساعات الطويلة بالعمل والتعب والجهد، يمكن الجمهور يشوف النتيجة بس ما بيشوف هاي الكواليس. خلينا نحكي شوي أكثر عن يعني التحضيرات، كيف كانت الكواليس، خبرنا أكثر عن الموضوع. والله أنا بالنسبة لي عمل رائع كان لي، بالنسبة لي كتير، وبتمنى كان يطول أكثر من هيك حقيقتان، لأنه معنا مخرج حدا لطيف وبيجنن كتير، الشركة المنتجة كتير ظريفة وبريفك، والممثلين كلها نجوم وأسماء كبيرة بيطيروا العقل كتير ظراف. يعني يعني كنت بدي احكي لك استاذ اسامه عن نجوم، يعني اسم الله عندكم اسماء كبيره مثل يعني ست امل عرفه، سوزان نجم الدين، النجمه مديحه كنيفاتي، ومع حفظ الالقاب اكيد مع تعدد الكل. قديش اليوم هيك في يعني قوه كمان وعندك انت شغل وكواليس متعبه اكثر؟ والله حقيقه يعني هن كتير، أنا انبسطت بوجودهم، انبسطت برجعة المدام سوزان نجم الدين للشام، الشام اشتاقت لها كتير، مدام أمل عرفة صديقة قديمة، يعني كانوا كلهم بيطيروا العقل وبيجنوا، يعني ما فيني أحكي أكتر من هيك، أسماءهم لحالة بتكفي. مديحة بتجنن، مديحة صديقة قديمة، أنا بعتبرها البيبي الصغير الزغتورة يعني. يعني وهيك إذا بدنا نقول تعدد النجوم بعمل واحد قديش هيك إنه بيخلق يعني قدامك تحدي حتى أنت اليوم تطلع بقصص جديدة بتسريحات جديدة وتطلع بأحلى صورة دائما؟ أول شيء لقلك ما في تعب بين الأسماء الكبيرة أبدا، وما في تحدي أبدا، لأنه كلياتهم المقتنعين بأشكالهم وكلهم حلوين، وبنفس الوقت إنه كل واحدة شو بدها لشخصيتها. أنا كنت مستمتع بالشغل معهم كتير للحقيقة. يعني يعني وحتى سوزان نجم الدين تحديدا عاملة لوك جديد اللي هو اللوك الأشقر وهيدا الشعر الأصفر، قديش يعني في تعب اليوم على أنه نطلع بطريقة جديدة؟ أنا أول شيء مسميها مارلين مورو العرب لأنه أنا بحبها كتير، أنا شاغل معها مرتين قبل هلا، ما فيني ما غير للوكات، لا 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 ما فيني ابدا، يعني شيء بيطلع من قلبي بدي غير اللوكات، انا مو عم ميزها عن غيرها ابدا لا، بس انه هي بدي غير لها اللوكات. بتحس انه يمكن شخصيتها او حتى الستيل تبعها بيساعدك انه انت هيك تعمل اشكال متعدده؟ هلا هو اللي قال لك شغله، ستيلها اولا، ثانيا الحالات اللي هي فيها بالعشاريه بتتحمل اني غير لها. عندي المدام امل عرفه مثلا غيرت لها مرتين، يعني حسب كل شخصيه شو بتتحمل انك تغير لها، عرفت؟ هذا هو دخيل قلبهم، يعني دخيل قلبهم. يعني كمان خلينا نرجع شوي لورا، نقول لك على الكندوش يعطيك ألف عافية على الشغل اللي عملته، أكيد كلنا بنعرف قديش كان في تعب بكواليس مسلسل الكندوش تحديدا كونه تصور على مدار جزئين، وكتير كان يعني في جهود كبيرة كتير، كمان يعني بنفس الوقت كان في كتير إطلالات بأشامية اللي يمكن نحن كتير منشوفها على الشاشة، قديش كان في هيك عندك إذا بدنا نقول تعب وجهد وسهر حتى تطلع بهيدا الأشكال اللي شفناها؟ والله كندوش أخذ مني كتير، يعني تقريبا سنة كاملة أخذ مني جهد مو طبيعي نهائيا، بس أنا انبسطت إنه كانت إطلالاتهم كلها ساحرة، وكل واحدة إلى إطلالة شكل. بالنسبة أنا مسميها ملاكي هي المدام سلافة واخرجي، أنا كنت كتير فكر لحتى بدي أعمل شكل جديد وأعمل شيء جديد إلها، وكتر خير الله يعني ببراعتي وما بدي أشكر حالي، طلع شيء حلو بالنسبة لإلهم، وحتشوفوا بالجزء الثاني في كمان موديلات جديدة كتير هلأ. إيه دائما هيك في مصدر بتعتمد عليه، او انه هو دائما الشخصيات اللي بتلعب دور يمكن بتكون مصدرك الوحيد لحتى تطلع بهي اللوكات اذا بدنا نقول؟ شوف حياتي، اول شيء ما في مصدر، مصدري هو تفكيري، لانه انا مجنون بالشعر واحد، اثنين انا راسي كله يعني كله موديلات، فهيك بقعد بصفون يعني هو انا مصدر نفسي. يعني
كمان إذا بدنا نقول الخبرة بتساعد، يعني اسم الله حضرتك شاغل بلبنان ومصر ودبي وعندك خبرة كتير كبيرة، حتى ممكن بالشام ما صار لك سنة متواجد بالأعمال الشامية، قديش هذا الميكس بيساعد أسامة سلوم اليوم لحتى يطلع ب يعني صورة ترضي الممثلة وحتى هو بيرضى نفسه؟ هلأ أكيد الخبرة لها دور كبير كتير. هلأ أنا إلي سنة عم بشتغل بسوريا، اشتقت للشغل لهون يعني، واشتغلت شامي، اشتغلت عشارية تبع الأصل، وكتر خير الله يعني. معناته اشتقت الشغل بسوريا، معناته في شيء جديد عم تحضره هلأ غير وثيقة شرف؟ لا إذا بدنا نعرفه يعني عم تكون ضمن الكواليس وضمن والله ما بعرف بسوريا أو خارج سوريا، ما فيني أحكي لك، خليها مفاجأة. خليني أقول لك، أنا سمعت من فترة أو إشاعة، ما بعرف إذا هي إشاعة صح أم غلط، إنه حضرتك سافرت على مصر مع فنان برايفت حكيته بموضوع شغل يمكن لفيلم أو مسلسل أو مسلسل قصير، صراحة أنا ما عندي علم بهي المواضيع، بس أنا بعرف إنه حضرتك كنت بمصر ومسافر لحتى ممكن تعمل شيء مع نجمات مصر، هل حكي صح أم لا؟ يعني عم بتأكد منك شخصيا. أوه ماي جاد أنا حقيقة كنت برايفت مع النجمة نجلاء البدر، كمان كان هنيك في عشاريات اسمها إلا أنا، اشتغلت عشارية مع برايفت ورجعت من فترة، رجعت ريحت شي 3 أيام أسبوع، كان محاكيني مدير إدارة الإنتاج عمار سراقبي وسلمت هاي العشارية معه. مصادري صحفية صحيحة. إيه بس غريبة كيف أنا مخبي على الموضوع كتير. يعني إذا بدنا نقول هيك نجلاء بدر كمان بنوجه لها تحية أكيد عبر فوشيا، كانت متواجدة ضمن مهرجان الجونة السينمائي وعملت إطلالات يعني خصوصا بالافتتاح بالأوبنينج، شو رأيك بالإطلالة كانت؟ أنا نجلاء بحبها كتير، أنا شاغل معها عملين مشترك لبناني سوري مصري وعمل مصري، وهلأ أنا بحب إطلالات على طول مميزة، وبعتبرها ليدي يعني، بعتبرها ليدي، ما بقى هي المحبة يعني بتحكي. يعني إذا بدنا نقول للجمهور هلأ كلمة مشان يتابعوا مسلسل وثيقة شرف، شو بنقول لهم بختام قبل؟ بقول لهم تابعوا بكل قوة، لأنه حتستمتعوا بالحتوتة وبالقصة كتير، وبتمنى أنه يكون في عنا هيك قصص ونشتغل هون بسوريا ونطلعها، لأنه شيء كتير حلو حيعجبكم. صفف الشعر أسامة سلوم، كنت معنا على موقع فوشيا، شكرا كتير لإلك. وميرسي لإلك، ميرسي لفوشيا، وميرسي لحضوركم.